عشان نتكلم أكثر عن هالموضوع يسرني أنضم معنا عبر الهاتف الدكتور بدران الحنيحن، وهو مدير إدارة الأبحاث والدراسات التاريخية في هيئة تطوير بوابة الدرعية والمشرف على مبادرة توثيق التاريخ الشفوي للأرض السعودية. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور بدران، نعم، حياك الله، صباح الخير. أهلا وسهلا. أول شيء يعني دكتور، قبل ما نتكلم عن هذا التاريخ للعرضة بشكل عام، خلينا نتكلم عن التاريخ الشفوي تحديدا للعرضة السعودية، المعنى والأهداف من ذلك أيضا. ممتاز. هو طبعا مشروع ضخم، كان استكمال يعني برامج عديدة تندرج تحت مشروع ضخم لتوثيق التاريخ الشفوي للدرعية، من ضمنها طبعا أطلقنا من العام الماضي برنامج الدرعية بشكل عام، اللي أطلق تقريبا سنة 2020 في الربع الأخير، متضمن مقابلات مع كبار السن. وبعد ذلك أضفنا برنامج ثاني اللي هو التاريخ الشفوي لتوثيق الأحياء التاريخية من ناحية اجتماعية وعمرانية في العقود الماضية، وتم إجراء العديد من المقابلات مع مهتمين بهذا المجال وغيرهم، يعني من برامج التوثيق الشفوية المهمة. لكن في برنامج كذلك يمكن أطلقناه تقريبا في الربع الثاني من العام الحالي، اللي هو البرنامج التاريخ الشفوي للمرأة في الدرعية، وهذا أطلق لأول مرة في المملكة العربية السعودية برنامج للمرأة، التاريخ الشفوي للمرأة، بهدف توثيق يعني الحياة الاجتماعية للنساء في الدرعية وإبراز دور المرأة وسهاماتها في المجتمع المحلي. وأخيرا ولله الحمد، قبل يعني أطلقنا هذا اليوم برنامج التاريخ الشفوي للعرضة السعودية، وهو برنامج يعني يستند اعتبار العرضة فن وموروث عريق عرفت به الدرعية. طبعا التاريخ الشفوي من إجراء حوارات شفوية مصورة مع كبار السن ومسموعة، وبعد ذلك تفرغ كتابيا. يعني جهد كبير، لأنه فعلا هؤلاء قيمة عالية، قيمة اجتماعية، ويمتلكون من الخبرات والمعلومات ما لا تجدها أحيانا حتى في المصادر وأيضا المراجع. ما بعد هذا التاريخ الشفوي، كيف يتم أو يتم الاستفادة منه، من هذه المعلومات؟ كيف يتم العمل عليها، تحدث من خلال تصنيفها أو حتى إنشاء الأفكار منها؟ ممتاز، سؤال جيد. طبعا التاريخ الشفوي للدرعية أو للعرضة حتى بيكون إضافة إيجابية إذا مرت بمراحل علمية يعني جدا موثقة، من ناحية كيف الاستخراج المعلومات من كبار السن أو المختصين، أو كيف البراعة في استخراج تلك المعلومات من خلال يعني استجواب تاريخي مدروس يعني بعناية وفي خطوات علمية. وبعد ذلك يعني أهم من هذا كله أن تكون يعني نعرف إحنا كلنا من خلال يعني دراسة المصادر والمراجع فيها كثير من نقص المعلومة، خصوصا في جوانب معينة في التاريخ الحديث والمعاصر. هذه يعني نقطة لمعالجة الثغرات وسدها في كثير من التفاصيل التاريخية الموجودة عندنا، وكذلك راح تحفظ كمخرجات في أوعية معلوماتية ومادة خام في المكتبة اللي تكون في متناول المختصين والباحثين. يعني هي بحق يعني استثمار معرفي بعيد المدى لهيئة تطوير بوابة الدرعية، وكذلك الجميع المهتمين بتاريخ المملكة العربية السعودية. كل التوفيق وأيضا الشكر لكم لحفظ هذا الأرث. أيضا الدكتور بدران الحنيحن، وأنت مدير إدارة الأبحاث والدراسات التاريخية في هيئة تطوير بوابة الدرعية والمشرف على مبادرة توثيق التاريخ الشفوي للعرضة السعودية. شكرا، الله يحفظك. شكرا.